مشاهدينا على قناة هلا، أهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة ميدانيا اليوم من دبوري. زي ما شايفين الاستعدادات لأمسية غير شكل، فعاليات رمضانية غير شكل راح تكون بهالساحة. جمهور وأهل دبوري الكرام راح يكونوا معنا، كمان مقابلاتنا مثل ما تعودنا دائما إذا كان مع الفنانين وأيضا مع المشاركين من الجمهور مع أمثالنا الشعبية، والأرقام ما بتتغير من 1 لـ 7. في الإعداد والتقديم معكم بسيم، تحياتنا لكم جميعا من قناة هلا. بنتمنى دائما بشهر رمضان وبكل الشهور طبعا أجواء حلوة، وبنتمنى لكل الصائمين والصائمات صوما مقبولا وإفطارا هنيئا وشهيا. خليكم معنا لنبدأ مقابلاتنا مع الناس الأطياب اليوم من دبوري. مشاهدينا على قناة هلا، أولى لقاءاتنا اليوم بدبوري بهالأمسية الرائعة. سيد محمد آغا وهو طبعا مدير قسم الثقافة وأيضا مسؤول على شريحة طبعا نبعث لها دائما تحياتنا اللي هي هو رح يحكي لنا عنها. يعطيكم ألف عافية. طبعا الشريحة هي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي احنا دبوري بنعتني بيها كثير. عندنا خصصنا قسم كامل في المركز الجماهيري مع ميزانية لتهتم في كل موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. اكيد يعني بنبعث لهم دائما تحيات لانه مشاركتهم كثير كثير مهمة بمجتمعنا. وطبعا يعني الليلة بأمسية رمضانية بدبوري، سيد محمد احكي لنا الأمسية شو بتتنوع فيها البرامج؟ طبعا وانا بعرف انه البرامج صعب اختيارها احيانا لتلائم شهر فضيل مثل الشهر الكريم رمضان. صحيح، احنا بدبوري بالمركز الجماهيري وقسم الشبيبي في المجلس المحلي بنختار دائما الاشياء الملائمه لبلدنا ولاهل بلدنا دبوري. مهم جدا انه يكون الامسيات كلها امسيات دينيه ملتزمه اللي تخدم ابناء شعبنا وتخدم ابناء البلد، اللي ما يكونش فيها انتقادات من اي طرف كان. برامجنا بدينا من اول يوم برمضان، ليله رمضان كان عندنا الموكب، كان في حضور 1500 شخص اللي رافقوا الموكب في كل حارات دبوري. الخميس اللي مرق كان عندنا أمسية وجبة فطور لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشبيبة. اليوم عندنا فرقة أناشيد ومن نادي أهالي دبوري كلهم يجوا يحضرونا، فرقة أناشيد من الفنان ربيع عمر، فرقة الشام وعرض دمى كبير. ينتظرنا الأسبوع القادم يوم الخميس سحر الشرق برضو في ساحة المجلس المحلي، ومسيرة العيد طبعا اللي هي برضو من تقديم فرقة الشام ربيع عمر في نهاية الشهر الفضيل. يعني أعطيكم ألف عافية في دبوري ورمضان كريم. قديش هاي الفعاليات لما تكون مجانية إحنا طبعا كل الأهل بندعيهن وبيجوا بيشاركوا، وكمان يعني ما بتكلفوا وببلدهن جنب البيت. أكيد الفعاليات هاي بتساعد إنه الناس تيجي. إحنا التوقعات تاعتنا كل أمسية يكون فيها مش أقل عن 500 بني آدم هون موجودين، أهالي طلاب. طبعا الناس متعطشة بما إنه إسا إحنا فرصة الربيع من ناحية المدارس، فالإشي كثير بيساعد إنه الناس تيجي وتنبسط معنا. يعني أنا بعرف كمان التوقيت مهم جدا بعد الإفطار، هيك الناس كلها بتيجي مبسوطة بعد الإفطار وبتشارك هي وأهل بيتها وجيرانها وكل الناس المحبين. أكيد إحنا مش بس إنه بعد الإفطار، وكمان بعد صلاة التراويح احتراما لصلاة التراويح. إحنا بنعملش أمسية اللي تكون متناقضة مع صلاة التراويح، إنما بنعطي المجال إنه تكون بعد صلاة التراويح، مشان هيك أمسياتنا كلهم بيبدن الساعة 9. يعطيكم ألف عافية. طبعا أنا بعرف أنه يعني العيد على الأبواب، كتير ناس بتقول لك شو بدنا نتمنى في العيد، شو ممكن نقول؟ يعني رمضان بيجي بغير كتير بأجواء البلاد ومنها دبوري. قديش مثلا بتحس أنه رمضان غير كتير بالناس؟ أنا بهمني الجوهر مش المظهر، غير فيهن مثلا صار عندهم صبر أكتر، تسامح، محبة. أكيد رمضان شهر التسامح، شهر المحبة. دبوري من البلاد اللي كثير فيها أمن وأمان، بلاد آمنة. طبعا رمضان بغير بينا كثير، التسامح، الهدوء، المحبة بين الناس، بين الأشخاص، الجمعات الحلوة، وجبات الإفطار الجماعية، العائلات، لمة العيلة، كل هذا بيجمعنا بس برمضان. اكيد ان شاء الله. يعني في كثير ناس بيقولوا يا ريت كل السنه رمضان. احنا بنتمنى انه هالشهر بكل ما حمل طبعا من تسامح، من تآخي، صبر، تبقى معنا كمان على مدار الشهور كمان بعد العيد ان شاء الله. احنا كلنا امل انه هذا الاشي نحققه وتخف ثوره العنف اللي موجوده عندنا ببلادنا العربيه. الحمد لله دبوري احنا وضعنا كثير مليح اجمالا من ناحيه العنف، بس انه بنتمنى انه البلد هاي تضل امنه وكل بلاد العربيه تكون بامن وامان زي دبوري وباقي البلاد ان شاء الله. على كل حال بتعرف يعني في برنامجنا دائما على قناه هلا اختيار رقم من 1 لـ 7، بنشوف حظك مع الارقام. إيه 7. 7 في سبب للسبعه؟
عيد ميلاد لارا. الله يخلي لك اياها ولل 120 للارا. انتبه كثير، يعني حكينا على شغله كثير مهمه وهي يعني احنا بنقول غيمه العنف، دائما بنقول سحابه عنف، ان شاء الله تمر. بيقولوا غيمه سيف وشو؟ وبتمر. هي هاي كيف يعني طلع لك هالمثل غيمه صيف وبتمرق بقوله او بتمر، وان شاء الله ان شاء الله يعني مش بس على دبوري، على كل مكان بالعالم هالغيمه غيمه العنف تكون غيمه سحابه صيف وتمرق. ان شاء الله احنا كلنا امل انه هاي الغيمه تمرق عن كل مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني، طبعا يحمي لنا المسجد الاقصى مع كل الظروف اللي بمر فيه بالايام الاخيره. طبعا كلنا امل انه هاي الغيمه تمر وترجع مجتمعنا بس لامن وامان وفرحه وانبساط ان شاء الله. بنتمنى لك من قناه هلا رمضان كريم والعيد كمان عيد فطر سعيد عليك وعلى اهل دبوريه كلهم سيد محمد. اكيد، واهلا وسهلا فيكم في دبوريه بلدكم الثاني. شكرا لك، تحياتنا لكم. شكرا، الله يسعدك ويخليك، واهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا على قناه هلا، بسعدنا يكون معنا مدير فرقه الشام الاستعراضيه وراح تشارك الليله بدبوري اليوم بامسي رمضانيه غير شكل. بسعدنا يكون معنا السيد ربيع عمر، اهلا وسهلا فيك من ترشيح على دبوري. يا ربيع، كل عام والجميع بالف خير ورمضان كريم على كل المشاهدين. علينا وعليك، رمضان دائما يعني بعطينا هالطاقه الايجابيه. انا بعرف انه يعني من زمان انت مع فرقه الشام، احكي لنا مين هو ربيع عمر وشو هي فرقه الشام الاستعراضيه ومشاركاتكم بهالسنه 2023 برمضان. شكرا لك اول شيء على التغطيه الجميله. اليوم احنا راح نقدم باقه من الاغاني والابتهالات والاناشيد بمناسبه الشهر الفضيل. طبعا ربيع عمر هو فنان وعازف ايقاع، حصل على لقب اول في مجال الموسيقى ولقب ثاني في موضوع الاداره. فرقه الشام طبعا تاسست قبل ما يقارب 8 سنوات، انا المدير تبع فرقه الشام. بدات الفكره طبعا من الاعراس وكنا نقدم بالاعراس باقه من الاغاني التراثيه. ربيع عمر كفنان كمان قديش يكون الحس الفني موجود عندك لنلائم البرنامج لل مثلا الأمسية؟ احنا موجودين طبعا برمضان، اكيد البرنامج بيكون ملائم لرمضان. طبعا لكل احنا اليوم موجودين بشهر فضيل بشهر رمضان، فاحنا بنقدم اغاني رمضانيه وابتهالات ومدائح واناشيد اللي هي بتخص هذا الشهر. طبعا في امسيات ثانيه مثل المولد النبوي الشريف، الاسراء والمعراج، وايضا العديد من المناسبات الاخرى مثل عيد الاضحى، عيد الفطر، عيد الميلاد لاخواننا المسيحيه طبعا. فاحنا بنشارك بجميع هاي الطقوس وهي الاحتفالات، فكل احتفال احنا بنقدم له شو المتطلبات تبعته. أكيد وملائم جدا بيكون. عدد أفراد الفرقة؟ طبعا أنا اليوم متواجد معي فرقة استعراضية وفرقة موسيقية اللي أنا طبعا بفخر فيهم. أكيد، وإحنا طبعا راح يكونوا معنا على قناة هلا، وهذا إشي بيسعدنا كمان يعني دعم الفنانين في بلادنا، لأنه يعني قناة هلا دائما بتتحفنا كمان بأصواتهم الرائعة، وليش لا؟ حلو كتير. على كل حال يعني بشهر رمضان من بدايته لليوم مشاركات كتير، وشو ناطرنا كمان؟ الحمد لله من بداية رمضان لليوم احنا يعني يوم يوم بالبلدان العربية بنقدم كثير أمور، كثير نشاطات حلوة ومميزة. رح يكون في عنا برضو بعد لقاء بدبوري إن شاء الله بآخر الشهر قبل العيد. يعني كفنان كمان نسألك على التمارين، قديش الفرق من هالشكل فرقة الشام الاستعراضية بدها تمارين تحضيرات مثلا أنشودة جديدة بتحبوا أنه تدخلوها بالبرنامج، كيف بتم التمرين وقديش وقت كمان؟ مثل بقول لك اعطي لفنك بعطيك، فكل بني آدم بده يتقدم وبده ينجح لازم يعطي للفن ولازم يتعب ويجتهد عشان يقدر يوصل للي بده اياه. واحنا الحمد لله رب العالمين بنعمل تمارين وقت ما يكون عندنا داون كيف ما بقولوا بالشغل، او مثلا بده وقت بالضبط، فاحنا بنتطرق للتمارين وبنتعب عشان احنا نطلع الجوده الاقوى بارض الواقع. اكيد. وسؤال اخير ربيع قبل ما نروح احنا على امثالنا الموجوده معنا، يعني انا بعرف انه دعم الجمهور دائما مهم جدا لكل فنان لكل فرقه كمان، قديش الدعم مهم وكيف بتلاقي اقبال الجمهور مثلا اذا عندكم امسيه فرقه الشام الاستعراضيه؟ طبعا في دعم، وبرضه بدناش نقول انه دائما في دعم، في بعض الاحيان في ناس اللي ما بتدعم. ان لم تجد لك رجلا حاقدا فاعرف انك انسان فاشل، فانا مبسوط بهذا الشيء طبعا. ليش؟ لانه انا موجود انا موجود على الساحه، وبامن بشغله انه كل انسان قديش بتعب وقديش بيجتهد رب العالمين بيعطيه وبلاقي هذا الشيء. في دعم من الجمهور، في دعم من الاهل. وبهي المناسبه برضو انا يعني بحابب اعيد على الوالد والوالده
واتمنى لهم بس كل خير، لانهم هن العمود الفقري بهذه الحياه بالنسبه لي، لانه هن وصلوني لهذه الدرجه. اكيد وعندي فخر فيك فنان ربيع عمر والفرقه، طبعا فرقه الشام، نتمنى لكم امسيه رائعه جدا. بنهايه كل لقاء عندنا اختيار رقم من 1 لـ 7. 2. في سبب لـ2؟ لانه انا بحبش اكون دائما نمره 1، نمره 2 باخذ كل شيء. صح، يعني كثير ناس بيقولوا يعني الولد البكر حتى بحبه دائما اللي بيجي الثاني. على كل حال هاي بترجع لكل واحد طبعا وتفكيره. ساعه من ساعاته مرات بتقضي شو على وزن ساعاته؟ ساعه من ساعاته بتقضي معروف، يعني بيكون بدنا حاجه واحده بيعطينا هو هوين كثير. ساعه من ساعاته بتقضي حاجاته هي هاي. يعني شو رايك بالمثل انه مرات احنا اتكالنا عليه دائما سبحانه وتعالى، مرات بقول لك ساعه من ساعاته يعني بيكون مثلا في محل، ساعه من ساعاته بالمطار بتقضي كل الحاجات، ساعه من ساعاته باشياء اخرى بتكون متعارك سمعنا بيظبط كل الوضع. صحيح 100%، ساعه من ساعاته بتقضي حاجاته 100%. بدنا نشكرك فناننا ربيع عمر وفرقه طبعا الشام الاستعراضيه، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا. متابعين مشاهدينا لقاءاتنا مع فرقه الشام الاستعراضيه رح تتحفنا الليله باناشيد رائعه، وبسعدنا يكون معنا المنشد وصل من مجد الكروم لدبوري. نتعرف عليك اكثر. اهلا وسهلا، بالاول رمضان كريم على الجميع وعليك طبعا وعلى القناه هذه طبعا. محمد نصراوي من مجد الكروم. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد من مجد الكروم، جيت لهون على دبوري كثير محضرين لك اسئله. و حسين ابو علي عازف اورج فرقه الشام الاستعراضيه، كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير كمان. من اي بلد؟ انا من سخنين. من سخنين، يعني هالفرقه زي عصبه الامم، مجمعه كثير من كل المناطق طبعا، ومن كل قطر اغنيه احنا بنقول، ومن كل قطر يعني في عندنا فن. مجد الكروم معروفه قديش اصوات رائعه كمان، فاحكي لنا شوي قديش صار لك طبعا بالانشاد، وقديش هذا الفن اللي هو طبعا ملتزم جدا برمضان ملائم. أنا صراحة هاي أول سنة إلي مع فرقة الشام، وطبعاً سنة كثير حلوة، كانت بداية كثير حلوة مع فرقة الشام، وطبعاً بوجود الفنانين حسين أبو علي وربيع عمر حسيت حالي مع ناس بعرفهم من زمان أصدقاء، وطبعاً كثير مبسوط بهذا الشيء. اللي قديش هذا مريح لما تعرف الناس بتشتغل معك؟ طبعاً أهم شيء الناس تشتغل معي يكون بينكم صداقة وبينكم محبة، يكون الشغل أحلى بكثير. يعني بالتمارين بغلبك شوي بالعزف؟ الصراحة أنا بشتغل مع شباب كتير كتير شاطرين كتير، وأنا طبعا ربيع عمر أنا صداقتي فيه قديم كتير، ربيع زميلي بالأكاديمية تعلمنا مع بعض اللقب الأول، وربيع تجمعنا فيه كتير علاقة طيبة قبل الشغل طبعا، وأنا صلي مع ربيع هاي السنة الثانية، ومجال الإنشاد والأغاني الابتهالية اللي هي طلعتنا من أجواء الأعراس اللي فتنا على إشي نقدمه للناس إشي كتير حلو. إيش فرق بدي أسألك أنا بين الأعراس وبين أشياء ملتزمة اللي بتعطي للناس رسالة؟ يعني بالأعراس منروح منسمع مرات منروح شوي مدوشين من الضجة، ولكن هون لو في مثلا ارتفاع صوت ولكن في كلمات مرتفعة دائما. صح، هون إشي هاي بيقولوا الروحانيات من القلب، يعني أنت عم بتغني خشوع، يعني بتحس انك انت بتغني بقلبك عشان ايش اللي دينك للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لرمضان شيء مختلف اكيد اكيد. وشو محضر لنا الليله؟ يعني انا بديش اخذ من وقتكم كثير لانه عندكم مجهودات الليله كبيره، شو محضر لنا اليوم بدبوري من مجد الكروم مع هالفرقه الرائعه فرقه الشام؟ الليله في اناشيد كثير حلوه، خلص خلينا مفاجأة حلوه. يعني اناشيد انا بعرف انه كمان بتصير الناس تشارك، قديش هذا الشيء بيسعدكم؟ احنا بنحاول طبعا انا وربيع طبعا نحاول نختار الاغاني اللي محمد طبعا هو لازم ينشدها، الاناشيد المعروفه اللي الناس حفظتها اكثر. احنا ممكن في اناشيد كثير اللي هي الناس مش حفظتها، بس احنا ما نختارها، دائما نختار الناس اللي حفظتها اكثر. اكيد نتمنى لكم امسيه رائعه جدا، مش راح يهربوا من سخنين من مجد الكروم بعرفش من وين، بدهم يختاروا رقم من 1 لـ 7. 5. بتوافقوا 5 ولا بتختار رقم؟ انا بشوف بقول محمد بدي امشي معه. لسبب ليش محمد 5؟ لا هيك يعني كثير بيقولوا 5 بعين الحساد، احنا اذا الله معنا شو بدنا بعين الحسد؟ 5 بيقولوا عاشر سباع ولا تعاشر شو؟ ضباع. شو رايك بهالمثل؟ دغري عرفها، هي معروفه طبعا لانه مجد الكروم كمان فيها جبال، دير بالك. شو رايك محمد؟ يعني اليوم بقول لك 10 سباع، السبع ممكن يفيدك بقوته بشغلات مثلا حسين 7 يعني. بالضبط. الله يسعدكم وتضلوا هيك اصدقاء رائعين، راح نطلع له بالونات لسخنين لا اليوم. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. حبيبي الله يسعدك. اهلا وسهلا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا قناة هلا، علقوا الزينة وارفعوا هلال رمضان عالي وفانوس رمضان عالي، هذا كله بده تعب، والتعب طبعا بده كمان متطوعات ومتطوعين من وراء الكواليس. اهلا وسهلا فيكي نورس شحبري من دبوري، متطوعة، يعطيك الف عافية. الله يعافيك. أهلين.
نورس، قديش هاي الامسيات؟ طبعا احنا بعدنا في بدايتها وعم نستنى الجمهور ليوصل، قديش هاي الامسيات بدها تعب وتخطيط؟ بدها كثير تعب وتخطيط ل يعني الاشهر قبل عشان يضل تمشي بالضبط زي ما احنا بدنا. اكيد. وقديش رمضان لما يوصل رمضان على دبوريه بالذات، احنا ليله بدبوريه بتشوفي انه بلدك دبوريه عم تتغير للاحلى؟ اكيد للاحلى مش لشيء ثاني. بتساعدوا مثلا بالزينه، بتساعدوا بتزيين المحل، تزيين البلد، ساحات البلد؟ اكيد بنزين المتناسيم والبلد والمحلات وهي الاشياء. حلو. قديش هاي الاشي مثلا انتو بذرة التطوع لما تزرعوها بشباب وصبايا باعماركم، قديش هاي بتفيد البلد دبوري؟ بتفيد كثير بني ادمين وبنات وصبايا وشباب وهي الاولاد. كيف بتلاقي دعم الاهل مثلا؟ في كثير دعم من الاهل. وبالنسبة للشباب والصبايا اللي بعمرك، قديش مثلا بحبوا انه يكونوا منتسبين للتطوع ويعملوا حركات تطوعية بالبلد؟ في كثير، مثلا في بالمدارس، في بالمتنسيم، في بكثير محلات. والليلة عندنا أمسية غير شكل، أمسية رمضانية، يعني راح يكون فيها مشاركات كبار وصغار، شو حضرتوا؟ أنا بعرف للكبار يعني فرقة الإنشاد الشام الاستعراضية، بالنسبة للصغار حكوا لنا إنه في دمى راح تكون، شو هي الدمى؟ الصراحة أنا بعرفش كثير عنهن لأنه أنا يعني إسا أجيت، لو بعرف من بس في إنه مثلا شغلات للأطفال خاصة بالأطفال؟ اكيد في كثير اشياء، في مثلا اغاني، في دمى، في رقص، في كثير اشياء. حلو، احنا بنتمنى لكم امسيه رائعه. نورس، بنهايه كل لقاء في اختيار رقم من 1 لـ7. بختار نمره 7. 7، في سبب للسبعه؟ لا. حلو كثير. المثل بيقول وما كذب المثل، الخيل الاصيله، وعندكم هنا خيل بدبوريه وعندكم اراضي بتجنن، بيقولوا الخيل الاصيله في الاخر شو بتعمل؟ زي واحد على العود بتعزف. مش بتعزف، بتجود. بتجود هاي هي. وطبعا الخيل الاصيله موجوده بدبوري بعد، في خيل. يعطيك العافيه نوراس، رمضان كريم. تسلم. مشاهدينا على قناه هلا، بسعدنا تكون معنا غيداء عوض، وهي طبعا المسؤوله على قسم الشبيبه وكثير اشياء بالمجلس، مجلس دبوري. احكي لنا غيداء، اهلا وسهلا فيك في البدايه، رمضان كريم. اهلا فيك، اهلا وسهلا، رمضان كريم للجميع. ان شاء الله على الجميع. غيداء، انت بالمجلس طبعا ومسؤوله على قسم الشبيبه اللي هو كثير مهم باي بلد وخاصه دبوري. قسم الشبيبة هو بضم شريحة كبيرة من البلد، وبالذات احنا دبوري عنا ثلث البلد هن ابناء شبيبة، فدايما بنحاول نوفر لهم فعاليات لامنهجية باخر الاسبوع وبايام الخميس. بالنسبة لرمضان، احنا اول ما بلشنا ندرس برامج رمضان شفنا انه عنا 5 خميسات، فكل خميس عنا فعالية. بلشنا من أول يوم برمضان، أول خميس كان عندنا مسيرة كبيرة اللي بتضم كمان الكشاف، عندي أطر شبابية اللي هي بتساهم بالترتيب والتنظيم، والقسم الشبيبي، قسم الثقافة، قسم الرياضة، كل الأقسام بنجتمع مع بعض يعني شركاء. طبعا كلنا شركاء في البرامج هاي. الخميس هذا عندنا احتفال مع فرقة الشام، الخميس الجاي عنا احتفال مع سحر الشرق في نص البلد في حارة الدير اللي هي مركز لكل الشبيبة، والخميس اللي ورا عنا مسيرة العيد. يعني الله يهدي البال، مرق بسرعة الشهر، يعني الأوقات الحلوة احنا بنقول تمرق بسرعة. قديش شهر رمضان انت طبعا بالمجلس عم بتشوفي انه عم بغير بالبلد أجواء رائعة في دبوري؟ طبعا أجواء ألفة، محبة، الأولاد عندها وقت ترفيه بعد الإفطار، بتشوف الأهالي كلها بتشترك مع الأولاد، حتى بالفعاليات اللي بنعملها بالعاد يعني بباقي الأيام السنة بكونش الأهالي إلهن حيز كبير، بس برمضان بتلاقي كل الأهالي مع أولادهن. يعني عم بتشوف قديش فرحة الأطفال. أجواء عائلية بتجنن، إشي رائع. يعني عم ناخذك كمان من عزايم صح؟ يعني انا بعرف انه كل خميس ممكن تكوني معزومه عند حدا، لا؟ الخميس اللي مرق انعزمنا وعزمنا وعملنا وليمه كبيره هون بالمتناس. سمعنا على الافطار طبعا اللي حلو كان لذوي الاحتياجات الخاصه. الامام وابناء الشبيبه وموظفين المجلس، موظفين المتناس، كلنا طبعا على مائده واحده. حلو، يعني رمضان بيجي ليجمعنا دائما، وان شاء الله يجمعنا دائما بس بالخير والمحبه. بدك تختاري لنا رقم من بنهايه لقائنا من 1 لـ7. 6. في سبب للستة؟ ايه لا. انتبه كثير، بيقولوا جابوا الخيل تيحدوها، جابوا الخيل تيحطوا لها حدوه، يعني قام الفار مد. مد.
إجرة. هاي بقولوها للناس يعني مش خارج انه يحطوا لها حدوه هناك. على كل حال يعني الخيل كبير كثير كمان بدبوري، خيل اصيله. شكرا لك وبالنجاح كمان بالمجلس. شكرا لك، شرفنا بدبوري ورمضان كريم. مشاهدينا على قناه هلا، قبل ما تبدا الامسيه الرمضانيه بدبوري بسعدنا نتعرف كمان على اهل دبوري الاطياب. واهلا وسهلا بمين؟ اهلا بخلود. خلود و محمد نجار من اهلا وسهلا. يعني خلود نجار ومحمد نجار هالعيله اللي جايين مع اطفالكم للامسيه الرمضانيه. قديش خلود يعني هالامسيه بتغير من اجواء البلد وبتعطينا كمان فعاليه ما بعد الافطار وصلاه التراويح؟ الفعاليه كثير بتقرب الناس من بعض وبتحبب الناس في البلد، وبنحس انه البلد قاعده بتعطينا. الاولاد كثير مبسوطين وكل الاحترام عن جد، يعني هاي الاشياء احنا بحاجه لها، انه الفرح. يعني احنا بنعرف انه كل خميس في عنا امسي فعاليه، كل خميس في فعاليه برمضان، فكل الاحترام لإلهن عن جد. هذا الاشي كثير بدخل فرحه لقلوب الاولاد، وبتعرف انت قصة العنف والمشاكل اللي عم تصير بمجتمعنا، هذا الاشي عن جد بغير النفسيه وبربي الاولاد على اجواء ثانيه. اكيد ان شاء الله تخف طبعا بكل مجتمعنا. انا بعرف انه دبوري يعني نشكر الله ما فيها مثل بلاد ثانيه الحمد لله. قديش انت مثلا بتربي اولادك كمان على قضيه الالفه، انه رمضان بيجمعنا على طاوله واحده، بنفكر كمان بالفقراء، بنفكر بالناس المحتاجه؟ انا بشكل عام بعلم الولد انه يكون يعني يحس باجواء العيله، اجواء رمضان، يكون اصحاب مع الكل، يكون يشارك بالفعاليات، يكون محبوب من جميع الناس وهيك يعني. حلو، يعني حلو انه نزرع كمان باطفالنا هالبذره الحلوه، بالذات انه رمضان صبر، رمضان محبه، تسامح، كل هاي الشغلات. احنا لاحظنا قديش الاشي عائلي، يعني عن جد جو عائلي بجنن، وهذا الاشي حلو. كل الاحترام، كل الاحترام. بدكم تختاروا ارقام، بدكم تختاروا ارقام من واحد لسبعه، نشوف شو اختار. انا خمسه. خمسه بتوافق؟ سبعه. مع بعض نفس الرقم؟ لا بينفع تغيري. خمسة. يلا بوافقوا. خمسة، خمسة بعين الحساد بيقول المثل، والمثل بيقول ضيف المودة. يعني اليوم ما بيجي عندنا ضيوف بيبقوا، يعني بيجي ضيف بيفطر معنا وبيروح، زمان كانوا يناموا لتاني يوم، فبيقولوا ضيف المودة ما بيروح إلا ليهري الحرام وال مخدة. مخدة صحيح. شو رأيكم بالمثل؟ أكيد أكيد. على كل حال تحياتنا لكل الضيوف اللي بيوصلوا كمان على دبوري، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، شكراً. رمضان كريم. شكراً، رمضان كريم للجميع. علينا وعليكم، شكراً لكم. شكراً لكم، شكراً. مشاهدينا على قناة هلا، فاصل ونواصل مع الأجواء الرائعة، مع الأطفال والكبار، الكل مبسوط بدبوري، خليكم معنا لنتابع لقاءاتنا. مشاهدينا على قناة هلا، مع الأجواء الرمضانية وهلال رمضان، متابعين طبعا مشوارنا. عدنا بعد الفاصل لنواصل مع الناس الأطياب بدبوري على قناة هلا، خليكم معنا. متابعين مشاهدينا مع أطفال دبوري وأمهات دبوري وأهالي دبوري الأطياب بهالأمسية الرائعة الرمضانية. نتعرف عليك. سلام، يوسف من دبوري. أهلا وسهلا بسلام. والطفلة شو اسمك؟ شو اسمك أنت؟ زينب. شو بدك تقولي لرمضان قبل ما نتابع مع اللقاء؟ شو بدك تقولي لرمضان؟ تعلي صوتك. رمضان كريم. الله أكرم. لما الأطفال تقول رمضان كريم، عن جد قديش هذا الشهر كريم بكل شيء. صح، هذا الشهر كثير مميز، بقرب الناس من بعضها، عائلية بيكون، وبخلي الواحد قديش يشعر إنه في رحمة بعد بالدنيا، وكمان متقرب من الله اكثر عن ايامات العاديه يعني. بالضبط، يعني بنقدم للصلوات، غير انه الافطار والاشياء الثانيه طبعا اللي بتلمنا على الطاوله، كمان الصلوات، كل هاي الشغلات اللي بنقول دائما يتقبل الله برمضان اكثر واكثر. وعم بتشوفي قديش الالفه مثلا بدبوري. صح، كمان البلد يعني اهدى اهدى عن اول، والناس تتقرب من بعضها اكثر، واجواء طبعا حلوه، كمان انه كل اسبوع في حفلات و مسيرة وهالأشياء. يعني ذكروا لنا كل خميس في فعالية، وبعد لوقت العيد عم بتحضروا حالكم مثلا، بلشنا نفكر إسا بالعد التنازلي، بلشنا نفكر شو بدنا نعمل على العيد.
طبعا من اسم بلاش نحضر للعيد واجواء العيد والشيء كثير حلو يعني. للاطفال دائما ملابس غير شكل بتكون للعيد. طبعا العيد للاولاد كمان للكبار وللصغار مش بس للصغار، طبعا احنا كثير مبسوطين للكبار صح. يعني ان شاء الله كل الاجواء تكون حلوه لانه الامسيه رح تبدا. بدك تختاري رقم من 1 لـ7. 5. رقم 5. في سبب ليش 5؟ في سبب ليش 5؟ اللي رشاد عيد ميلاده. انتبه بقول ال 120 بقول المثل خلي الميدان لابو مين؟ خلي الميدان لابو الميدان. هي هي طلعوا لها بالونات. يعطيك العافيه ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير استاذك. شكرا. رمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم. شكرا لكم مشاهدينا على قناة هلا. بسعدنا يكون معنا السيد عبد الله ابراهيم وهو مدير قسم الرياضة بمجلس دبورية. يعطيك العافية. يعطيك العافية اخ بسيم. هلا بي. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى جميع المشاهدين. عبد الله، يعني قديش الأمسية الرمضانية عن جد في إلها؟ أول شغلة بنحس قديش الألفة بدبوري موجودة، وهذا إشي بيسعدنا، بيعبينا طاقة وبشحننا طاقة لكمان نقوم بمهام رياضية. طبعا الاشياء الرياضيه اللي احنا بنسويها برمضان بالاضافه للفعاليات الحلوه اللي بيعملوها قسم الشبيبي عندنا في البلد، في عندنا دوري رمضان اللي بنستناه من سنه لسنه، والاولاد والشباب جدا مبسوطين بهذا الدوري. بالاضافه الى ذلك عملنا معسكر تدريبي جديد من نوعه مع فريق من روما، فريق مدربين من روما الايطالي، اللي اليوم انتهى على مدار اسبوع كامل، وجدا جدا انبسطوا الاولاد بهذا المعسكر التدريبي. اكيد يعني امسيات رمضانيه قديش بتعطي كمان من ناحيه روحانيه، يعني عندنا فرقه الانشاد الليلي، فرقه الشام الاستعراضيه، كمان قديش الاجواء الرياضيه بتعطي كمان لكل الشباب اطر غير شكل للشباب طبعا والصبايا بدبوري، وبتبعدهم عن كثير اشياء بالشارع موجود اليوم. 100% حكيك اخ بسيم. هاي الفعاليات طبعا بتجمع جميع الاجيال هنا، والاجيال الصغيره بتتحلى بتصرفات وبتقلد الكبار اللي موجودين معنا هنا بهاي الاجواء اللي بتجمعنا، اللي هي زي ما حكيت الالفه، المحبه، الجو الجميل اللي كنا بنتشارك فيه مع بعض. اكيد. يعني عبد الله انا بدي شوي ابعدك عن المجلس وعن قسم الرياضه، قديش انت اليوم تشعر انه انت كمواطن بدبور بيجي رمضان بغير فينا كثير شغلات، وبالذات كأهل وكأحبة وكأصدقاء وككل يعني اللي بيزورونا؟ طبعا احنا مع التطور التكنولوجي قديما ما كانت هاي الفعاليات موجودة، فالفعاليات اللي اجت جديد علينا على رمضان جدا شيقة وجدا حلوة وبتشد وبتجذب كل الأجيال. على امل انه دائما يكون الكل مبسوط بكل الفعاليات، لانه بعرف انه بعد يعني كل خميس في فعاليه حلوه، ومنها كمان ممكن يكون رياضه بنهايه الشهر وبالعيد. بنتمنى لكم عيد سعيد كمان يعني سلف من قناه هلا، وبنتمنى لكم رمضان كريم. بدك تختار رقم عبد الله، مدير مش مدير، قسم رياضه مش قسم رياضه، من 1 لـ7. 7. في سبب للـ7؟ الاغلب اختار 7. انا بحب الرقم 7. يعني رقم بيقولوا رقم حظ لكثير ناس، بيقول المثل، وهقول لك شغله، الخيل وبدبوري في خيل، لا لا هاي معروفه، ولكن الخيل اعلم ب فرسانها. 100%. شو رايك؟ 100%. بتتدرب على الخيل كمان ولا لا؟ بمارس من الخيل. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ورمضان كريم. علينا وعليك حبيبي، الله يسعدك. مشاهدينا على قناه هلا، بسعدنا يكون معنا عضو المجلس بدبوري السيد فهمي محمد سخنيني. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. فيك كل عام وانت بخير. رمضان كريم للجميع. الله اكرم. يعني انت كعضو مجلس وكمواطن بدبوري، شو رايك بهالاجواء اللي عم نشوفها بالخلفيه؟ اكيد اجواء حلوه، بتشوف الابتسامه على وجوه الاطفال جميع الاجيال، والحمد لله كل فقره رمضانيه هي بتكون تشجيع للاطفال، بتوحد العائلات والجميع ان شاء الله. يعني الأجيال. يعني اقبال الناس بدبوري، اقبال الجمهور بعد الافطار بعد صلاه التراويح، الكل تقريبا عم بوصل لهون. اكيد. الحمد لله. يعني انا بتوقع انه بيجي كمان ناس بعد صلاه التراويح، والحمد لله. يعني بعدنا ببدايه الامسيه وهي الناس موجوده، ناس اطياب بدبوريه. قديش انت كعضو مجلس يعني، والمجلس بذاته مع تحيه لرئيس المجلس كمان، بيقوموا بالتحضيرات لهيك امسيات؟ اكيد اكيد، من بدايه رمضان لاخر رمضان كل اسبوع في عندنا امسيه رمضانيه. يعني عم نعرف كل خميس رح يكون في امسيه حلوه، كل خميس، وهذا شيء بيسعدنا وبيسعد كثير ناس موجودين هون. اكيد يعني كثير ناس بدها تفكر مثلا من اليوم احنا بالعد التنازلي للعيد، وين بدنا نقضي العيد؟ شو رايك بهالكلام؟
والله كل واحد ورايه العيد، في ناس بتحب يعني تتريح، في ناس بتحب تتجول بريت البلاد او بالبلاد، كل واحد حسب رايه. على كل حال الامسيه بدها تبلش، وانا بفكر انه امسيه ناجحه مثل هالامسيه، خاصه بوجود يعني برنامج ملتزم برمضان. ان شاء الله، الحمد لله، اكيد ان شاء الله تكون امسيه مليحه والكل ينبسط فيها ان شاء الله، مع الصغار الكبار والصغار، وانا شايف الكبار والصغار مبسوطين. سيد فهمي، بنهايه اللقاء بدك تختار رقم من 1 لـ7. 7. في سبب للـ7؟ بحب هذا الرقم. انت شو طلع لك برقم 7؟ رقم الحظ. في النهار بتسكر بيتها وفي الليل بتحرق زيتها. كانوا طبعا يدووا على الزيت، اليوم كهرباء. اكيد ان شاء الله ضل منوري دبوري، ضل تطور لقدام اكثر ان شاء الله، ضل منوري دبوري باهل الاطياب. شكرا لك نوار، وشرفتنا بدبوري بلدك الثاني. شكرا لكم، رمضان كريم. اهلين بك. الحمد لله، الله يسعدك. مشاهدينا على قناة هلا، متابعين لقاءاتنا مع الناس الأطياب بدبوريا، وبسعدنا يكون معنا سيد أحمد عزايز. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم أجمعين. أهلا وسهلا فيكم في بلدة دبوري. اليوم إحنا في ثاني أمسيات الشهر الكريم برعاية المجلس المحلي دبوري، الأمسية التي تطفئ الأجواء على البلدة. يعني أنا بمتابعتي الشخصية للأجواء العامة في البلدة، هنالك بسبب الأوضاع الاقتصادية نوع من الركود ونوع من البهتان ما نسبة لرمضانات سابقة. كنت ترى بالشوارع الناس تتحرك تقتني تنتشر بالشوارع. هذا العام للأسف الشديد الوضع الاقتصادي جدا سيء، وبالتالي هذه الفعاليات التي تأتي مجانية، مجانية طبعا، تأتي من أجل إسعاد الأطفال والأهالي معا. يعني الذي شاهد المسيرة التي كانت في أول يوم من رمضان، الفرحة التي دخلت قلوب الناس، الأهالي، الأطفال، النساء، الرجال، الجميع شارك بالأمسية. يعني قديش عم نشوف كمان الألفة تجددت كمان بهالأمسيات بدبوري. نعم، ونحن أنا شخصيا يعني ليس فقط في دبوري، في كل المجتمع العربي كنا نطالب بأكثر. يعني نرى كما تصل إلى باب العمود في القدس، ترى المحطات، ترى العربات، الناس تجتمع تشرب القهوة، تتناول الحلويات. هذه الأجواء مطلوبة، نرى يعني الإضاءة في الشوارع، يعني الزينة، كل شيء، هذه الأجواء الطيبة، هذه الأمور التي ربما تعتبر بسيطة جدا لكن لها وقعها الأثري. أولا يعني كبت العنف في المجتمع، إنها تجمع الناس على الألفة، على المحبة، على الخير، تجمع التقارب بين الناس. ومن نوع آخر تشعر برمضان، تذكر رمضان، رمضان عبادة من جانب، صلاة من جانب، ولكن أيضا فرحة اجتماعية، تقارب، وهذا مطلوب. يعني دائما بنقول انه الصلوات اكيد لابد منها، ولكن في كمان جانب برمضان، الترفيه، الفرح، المحبه. نعم، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلاعب الاطفال في المسجد ما بعد الصلاه، يعني هذا نوع من ديننا، ديننا ليس دين عسر، دين يسر، بالعكس فيه الترفيه وفيه المتعه وفيه الاجتماعيه وفيه الفائده، وبالتالي احنا بحاجه لاكثر، يكون يعني هناك يعني انا باذن الله تعالى على العايش الله يطعمنا العمر، ولكن السنوات القادمه انا بدعو انه ننظم اكثر، يكون عندنا دخانين بالعرب العبراني اللي هي اكشاك، الاكشاك، يكون عندنا فعاليات، مهرجانات، هذا كله مطلوب. قديش ممكن هالفكره تتطور كمان بدبوري، وانت كمواطن من دبوري عم بتشوف قديش الناس كلها مبسوطه، كبار صغار؟ بالتاكيد، انا اخ بسيم، يعني ممكن حاليا الفعاليه الوحيده اللي بتجمع دبوري هي البرنامج اللي انا بقوم فيه عن طريق السوشيال ميديا، ولكن صدقني انا لو انه كان في عندي اجواء اكثر في دبوري كان بيساعدني اكثر كاعلام اني او توزع بين الناس، اوزعهم هدايا اكثر، يعني اقربهم. اليوم قدروا كمان عن طريق طبعا هالفعاليه يجمعوا كثير ناس واطياف من كل الحارات عم بوصلوا لهون. انا بعرف انه في فعاليات كل خميس راح يكون فعاليه هون، بتلاقي من دبوري، بتلاقي من خارج دبوري، بتلاقي من الشبلي، من الغنم، دبوري بتلم، بتجمع، هي مركز. هي مركز، يعني وسط كل الاحداث اللي قاعد بتصير في رمضان وتصاعد بصير في رمضان، هاي بتعطي يعني رويه للنفس، تنطي يعني عمليا تقارب بين الناس، تهدئه للاوضاع، وهذا مطلوب. احنا بنطالب اكثر واكثر بهي الفعاليات بعد 15 يوم، بعد نص رمضان، ان امكن نطالب وزاره الثقافه ان تدعم المجالس من اجل تقديم المزيد من هذه. ليش احنا لازم نقوم بهذا المجهودات طبعا للحصول على ميزانيات لنكمل هالشهر ونعمل كمان فعاليات بكثير مواسم اخرى؟ طبعا، يعني احنا يعني بكل تاكيد انه التنظيم مش بس شوارع، مش بس مدارس، مش بس يعني رياضة، أيضا اجتماعيات، ثقافة، ترفيه، هذا كله بقرب القلوب في البلد، بنمي كتير شغلات، بيعطي أجيال اللي هي عمليا يعني عندها راحة من النفسية. عند كل ما كان الطفل أسعد كل ما كان مستقبله أبهر. يعني إحنا مش بس بدنا الطفل إنه يلا كتاب ويلا رياضة، خذ علامات بالضبط، بدنا بالعكس. يعني الأمسية جماهيرية رائعة جدا اليوم، عم نشوف الجمهور مبسوط،
عم نشوف كمان قديش الناس مبسوطة، جددت الإلفة، جددت المحبة، وهذا هو رمضان طبعا. هذا هو رمضان، بدنا المزيد والمزيد والمزيد. ادعمونا أكثر، اعطونا يا وزارة الثقافة، مدونا بالفعاليات وإحنا بنمد بالسعادة، إحنا بننبسط إنه إحنا ننبسط، إحنا مش زي ما اتهمنا المفكال قبل كم يوم إنه إحنا عرب بنقتل بعض، لا إحنا عرب بنعرف ننبسط وبنعرف نعيش نحب بعض وبنعرف نحب بعض وبنعرف نعيش نصلي ونتعبد، فإحنا مش شعب عنيف، إحنا شعب بتاع فرحة، ولكن بدنا مين يمدنا بالأدوات عشان نكون فرحين. اسحبوا السلاح واعطونا ادوات فرح ان شاء الله، دائما بس فرح بكل بلادنا وكمان بدبوري. سيد احمد بدك تختار رقم مثلك مثل غيرك، من 1 لـ7. من 1 لـ7 بدناش نزعل كريستيانو، زعل كثير بالمونديال الاخير، نعطيه رقم 7. رقم 7 بيقول صار إلها بيت، في ناس كثير بيقولوا صار إلها بيت ومسمار مسمار بالحيط. اهي يعني زمان كانوا يقولوا اللي إلها مسمار بالحيط صار عندها بيت، اليوم العكس صار إلها بيت ومسمار بالحيط. واحدة كانت عكسية اللي هو بقول لك مسمار جحا، مسمار جحا هذاك عشان باع البيت وخلى المسمار. على كل حال أمثالنا بتتشابه، شكرا لك، يعطيك العافية أحمد. يعطيك العافية، رمضان كريم، وطبعا تحياتنا للأستاذ بسام جابر ولكل طبعا طاقم قناة هلا وموقع بنت. شكرا لك، رمضان كريم. رمضان كريم. مشاهدينا على قناة هلا مسك الختام للقاءاتنا، رئيس مجلس دبوري سيد زهير يوسف، اهلا وسهلا فيك سيد زهير. اهلا فيك، وكل عام وانت بخير، رمضان كريم. كل سنة انت سالم، لكل الامه الاسلاميه ولاهلنا في دبوري بشكل خاص ولاذاعه هلا. اكيد اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك، منورنا. وطبعا عم نشوف قديش الجمهور وجوه الاطفال والكبار منور اليوم بدبوري. صحيح، احنا عملنا في كل يوم خميس فعاليه وبالاساس ركزنا على رفاهيه الاطفال، فكان عندنا أكثر من فعالية كانت مسيرة أشترك فيها كل أهل دبورية في فترة في الخميس السابق، كان في عندنا إفطار جماعي، واليوم في عندنا فعاليات دينية اللي هي بالأساس للأطفال مش لمشاركة الأطفال بس برضو للأهالي. يعني صح، يعني عم بشوف الفرحة على وجوه الأطفال والكبار، خاصة بوجود فرقة الإنشاد، يعني رائع جدا إنه يقدموا لنا هالأناشيد الخاصة للصغار والكبار. إحنا ركزنا على فعاليات من هذا النوع بالأساس في شهر رمضان، ما حاولناش نطلع عن الإطار الديني، بس برجع وبقول حتى هاي الأناشيد هي بتعطي متعة للأطفال وبرضو متعة للكبار، لأنه الأهالي بيستمتعوا لما بيشوفوا أولادهم مبسوطين. أنا معي حبيبي كان قبل شوية وبرضه هو مبسوط، شفنا زهير الصغير مبسوط. وكمان إنه ممكن حفزهن هالأناشيد بكلماتها الرائعة على شهر كريم. طبعا هاي الأمور بترجعهن للتراث اللي إحنا بدنا، الموالد والأناشيد الدينية والأعمال الدينية، ولو جو رمضان، جو الصيام، جو العبادة اللي إن شاء الله بنتمنى فيه للجميع أن يكون شهر عبادة، شهر قبول، شهر عتق من النار. يعني أنا شفت اليوم وذكرت ببداية المشوار الناس الأطياب بدبوري، يعني عم نشوف عوجوهن الفرح وهذا إشي كتير كتير بسعدنا. شو ناطرنا من هون لنهاية الشهر وعلى العيد أكيد القريب؟ إحنا قبل العيد في عنا مسيرة لختام كل الفعاليات، في عنا فعاليات بالطريق، بديش أصرح أنا إسا، خليها مفاجأة. أما برجع وبقول دبوري بتساهل، أهل دبوري ناس محترمين، ناس تعامل معهن في ببساطة، فهن راح انت تقعد معهم وتحبهم طبعا، وبتأمل انه ينبسطوا كثير الليلة وتكون الليلة ليلة دينية، ليلة فرحة للأولاد ولأهل الأولاد، وإن شاء الله الفعاليات الجاية بنبسطوا فيها أكثر إن شاء الله. بنتمنى لكم رمضان كريم من قناة هلا طبعا، وعيد سعيد. يعني عم نقرب شوي على عد التنازل للعيد فطر. احنا صحيح يعني يومنا يوم صعب، يوم فيه هجوم على الأقصى وطرد المصلين من الأقصى، طبعا هاي امور سيئه، ولكن بدنا نترك حيز في حياتنا للفرحه برضه، لانه في كثير امور اللي بتنقص علينا حياتنا في رمضان، وفي كل رمضان بنشوف انه الاقصى يحاصر، المصلين يطردوا من الصلاه، فعلى الاقل نحاول نرفه في امور ثانيه حتى ننسى. اكيد، وان شاء الله تكون غمامه وتمر طبعا ونرجع للهدوء كمان بالاقصى وكمان بكل بلادنا ان شاء الله، لانه احنا ناويين نروح نصلي في الاقصى، اما بالوضع هذا ما بنقدرش. إن شاء الله إنه تهدى الحالة والكل يروح يصلي، لأنه صلوات الأقصى طبعاً خاصة برمضان غير شكل. بدك تختار لنا رقم، يعني رئيس مجلس، مش رئيس مجلس، سيد زهير، من 1 لـ7. إيش اللي حكيت السؤال؟ بدك تختار رقم من 1 لـ7. أنا إذا بدي أختار بختار أعلى رقم 7. حلو، ورقم 7 دائماً يعني رقم تفاؤل بقوله.
بقول المثل يعني كثير برمضان كانوا يبعثوا على البيوت من مأكولات مثلا على مائدة الإفطار يشاركوا فيها الجيران. بقول المثل أكلك ما أجاني، يعني ما حدا بعت لي أكلك ما أجاني، ودخانك شو؟ دخانك حرق عيني. شو رأيك؟ عماني يعني. بفكر إنه العادي كانت عادي جدا جيدة، انه كانوا الجيران يتبادلوا الاكل مع بعض، الصفره اليوم تغيرت، هي الصفره تتنوع، اليوم فيش منها مش موجوده. لو جارنا اليوم بودينا صحن طبيخ ممكن نفكرها اهانه، ولكن كانت عاده، كانت يعني عن طيبه قلب يبعث. يا ريت ترجع، ويا ريت طاوليتنا تتنوع من اكل كل الجيران ان شاء الله. يعني زمان كانوا شو يطبخوا يبعثوا لبعض، وهذا شيء كثير حلو. لما هي المحبه، لما جاري بيحبني بيحبني اكل اكله وامالحه، هاي للمحبة أكثر، للمودة أكثر. اليوم بتلاقي جاره وجاره ممكن بيحكوش مع بعض للأسف. يعني إن شاء الله هيك يجي رمضان يصلح كل الأحوال. على كل حال وبكل الأحوال، يعني إحنا بدبوري اليوم كقناة هلا لمسنا قديش طيابة الجمهور، وعن جد الناس الأطياب. إن شاء الله بيكون رمضان عندنا رمضان سعيد، الأيام السيئة فيه تنقشع عنا، ويكون عيد يجي نيجي العيد ويكون كل الناس بسعادة وبخير، وكل عام وانتم بخير، وكل عام والجميع بخير، كل عام قناة هلا بخير، وكل اللي بشاركنا ان شاء الله يكون معنا فرحان في العيد ان شاء الله. شكرا لك، رمضان كريم سيد زهير. سنة وانت سالم، اهلا فيك. مشاهدينا على قناة هلا مع الاجواء الحلوة بدبوري، امسية رمضانية غير شكل مع فرقة الشام الاستعراضية، واجواء رمضانية. بنختم حلقة غير شكل، وبنتمنى لكم دائما رمضان كريم، صوما مقبولا وافطارا هنيئا وشهيا لكل المشاهدين مشاهدي قناة هلا. كان معكم في الاعداد والتقديم بسيم، بتمنى لكم دائما اجواء رائعة على قناة هلا. فصح مجيد ومبارك ايضا لكل المحتفلين بعيد الفصح، وان شاء الله دائما كل الاعياد تجمعنا وبس على قناة هلا. احلى التحيات، الى اللقاء. Thank you.